اوكي يلا بسم الله. طبعا عديت انا وصلت المرحلة السابعة. بنشوف هذه اللعبة، لعبة تركيب الساندويش، لعبة خفيفة يعني لعبة تسلية تبعد عن العاب التوتر والعاب المنافسة والعاب اللي كذا يجيبوا لك مضادات كثير ويجيبوا لك ابراج كذا. يعني يلا بسم الله. لازم نركب بيض. طبعا اذا انقطع الطريق، إذا انقطعت ال خلاص ما في توصيل الآن بين الخبزة والجمل، فأنا خسرت. لازم أحاول. أندو أندو يعني ترجع. الآن تشوف كيف تركب السندويش بكل بساطة. هذه فكرة اللعبة. الآن نأكل السندويش. طبعا لعبة الزومبي ذي كثير دائما تشوف دعايات. الآن هذا السندويش فيه ثلاث قطع خبز اسمه دبل ديكر، اللي هو طبقتين خبزة بعدين خبزة بالنص، وفهمنا فكرته يعني، وبعدين خبزة فوق. كيف الحين كيف نطبقه الحين؟ يعني نجيب الطماطم أول وبعدين أيوة بهذا اللي في اليسار بتصير بالنص. فهمنا. أيوة يا السلام، والله ناسة رهيب كذا لما تشوف قطعة خبز تتشكل هالشكل رهيب. يعني لو كنت أنا بسوي خبز الفطور بهذا الشكل والله ما يقعد يمكن ولا خمس دقائق، لا ما يقعد خمس دقائق أكل يعني. بس هذه أيضا لعبة رهيبة. أحيانا تكتشف ألعاب رهيبة من الدعايات هذه. هذه لا والله شكلها لعبة رهيبة. طيب كيوب ماستر، هذا تايل كونكت. أنا أنتظر بس للإكس عشان نضغط وينتهي. يلا ما نبغى نضغط تنزيل عشان ما يودونا التحميل بعدين بريد وكذا الشغلات. يلا هذه كيف الجبنة أول بعدين البيضة بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا. وناسه والله، والله وناسه. تلعب تنفع، تلعب مع اخوانك الصغار، حتى يعني انت بعد يعني تستانس. هذه اللعبه مره وناسه. لعبه تلوين الاشكال، تلوين الصور ظريفه بس ما هي جوي. لا هذا يعني حلو الشكل ده، ألوان حلوة، ممكن تكون لعبة زينة، فيها أشجار وأشجار، وحلوة الصورة. هذه مثلا نفكر شوي، أنت يمكن يعني ترى الأمور تظنها بسيطة لكن لما تمشي كذا مستعجل بتشوف انك غلط. حلو مفتاح. يلا نكمل المرحلة، كمل مستوى والليفل. الحين هذا ليفل 2. ايوه الان لازم اضغط لما تكون الجبنة فوق الخبزة، خبزة التوست بالضبط. حلو حلو حلو. أوه
شايفين كيف اللعبة دقيقة؟ يعني راح نص الطماط بعدين هنا عشان يضغط هنا شالوا تقريبا 20% من البيضة. فمرة برمجية اللعبة مرة حلوة، الجرافيكس مرة حلو، الرسم كان ليش طاحت الخبزة؟ لأنه ما أعرف، مرة حلوة. تفاعلية اللعبة مرة حلوة، واقعية اللعبة بالنسبة للعبة بسيطة ممتازة مرة. فلعبة متكاملة. الآن نأخذ هذه، يلا نشوف ليفل 10، بنشوف التنبيه. ايوه، وفي بناء بيو، نبني بيت، نبني، ايوه نبني بيت. واو وش السالفة؟ يعني لو بنيت من الاريا الارض بعد اروح كلمة القاية. اوكي كونكت اول عشان تاخذ هذولي، لازم شوف دعاية بعد، سوي ابجريد. الله اللعبة ذي يعني مشكلة الدعايات ما تنفع، يعني البثوث اكيد ما تنفع، حتى التسجيل يعني ما اعرف، يعني بقد كل ما سجلت بقد اقصقص بالفيديو مثلا مونتاج. حلوة صورة الغروب كذي هذي، مرة حلوة اللعبة، زينة زينة، مو بشينة ذي اللعبة. تمام تمام، نطلع من هذا البيت، انا بطلع من هذا البيت. خلاص ناخذ الذهب، حلو. طيب نرجع للعبة نفسها، ضغط هوم سكرين، حلو. نقفل هذولي، بعدين نقفل الخبزة الطرف الثاني. يا سلام سلم. اوكي تشست روم، بس الورد، افتح افتح جائزة. عندي 3 مفاتيح من هنا، 20. ناخذ وسط، خير امور وسط، 25. ما اعرف اكثر رقم كم، 19. نو ثانكس، ما نبغى. طيب بنشوف ذولي مكونات السندويش. طبعا تكمل الليفلات، تكمل المستويات، تاخذ مكونات السندويش اكثر. سوينا ابجريد للبيت، انا الابجريد اذا ابغى لازم ادفع 160، ما عندي 160، عندي 74. فنسوي كذا، نسوي كذا، نسوي كذا، نسوي كذا، نسوي كذا، وخلصنا هذا السندويش. حتى روبلوكس يسوون دعايات لهذه اللعبة. ايوه هذه لعبة تلقون بالويندوز، ألعاب كثير زي كذا، سواء يعني أغلبها مجانية على فكرة، تقدرون تحصلون بمواقع ألعاب زي كذا كثير. أنا ليش أقول لكم؟ لأنه الفكرة أيضا اللي يبغى اللي لأنه في كثيرين يشكون من روبل كلاش رويال. أنا قاعد أحط لكم ألعاب تطلعنا من كلاش رويال، تطلعنا من جو كلاش رويال. ممكن حتى أنت يعني شوف اللعبة كيف هذه مسلية مرة، يعني تلعب وتأخذ أفكار للفطور، 2 في 1 وتاكل بعد، تحس إنك أكلت وشبعت، 3 في 1.
ليه برائعة؟